شنو وقع في الليله ديال العرس؟ قلتي داز ديك الليله، داز ديك الليله هجموا علينا في العماريه، كنبغاو يضربوني في وجهي، خسروا لي وجهي. دوك اللي كانوا كيبيعوا الحشيش داك الوقت مصيفطين وحدين اخرين، وحدين اخرين بحال سكرانين زعما، بحال دايزين من ديك الحي، بحال اللي باش يخرصوا يخسروا لك العرس، باش يخسروا وجهي، باش تضرب انا في وجهي. ديك الليله هذيك دازت كحله، والعائله ديالهم كيطاكيو، باه الله يرحمه، وخوته وعمامه كلشي كيطاكي، كلشي من هنا وكلشي من هنا، وتفكات داكشي ونسى ويوي والعاده. المهم ديك الروينه تفكات، والحمد لله جات فيها حتى شي ضربه، طاحت انا من المعده الحمد لله. انت ربي معنا وقف معنا الله سبحانه وتعالى، لحقاش انا مع المعقول ما نمش مع شي حاجه ديال، فهمتيني؟ ربي وقف معنا وتغلبنا عليهم، ما كانوا جيران ديالي وحباب ديالي، فهمتي؟ واقفين وهذا كلشي وقف معاك ليك العرس. جاو دوك ديك الليله صيفطوا شي وحدين اخرين باش يخسروا لها وجهها وهي عروسه، هما دايزين سكرانين وهادي، وهي في العماريه انا ماشي توال باش نسمع الغوات، قصدي ما جي لما جي العمريانيش يعني ما عندي حتى شي مشكل، انا ماشي واحد من غير هما. فاش قبطوهم وزيهم قال لهم لا عمو انا باغي نتعشى وهادي، قال لهم باغي العشاء، وسير اللي دابا يجيكم العشاء بسم الله. وداز على خير وبخير ديك الليله، الحمد لله تفكرت على خير وبخير، وهي هذيك صافي سالينا ديك العرس الصباح، ربطنا بحالنا البلاد ديالنا.